أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط فيها الضوء على خطورة انتشار وباء حمى الضنك في محافظتي تعز والحديدة. أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز حالة الطوارئ لمواجهة موجة حمى الضنك بعد وصول حالات الإصابة إلى أكثر من 5200 حالة منذ مطلع نوفمبر الجاري. وفي الاتجاه الآخر تنتشر الأوبئة والأمراض بشكل مريع في محافظة الحديدة، خصوصا المناطق الجنوبية منها. عشرات الحالات تتكدس في المستشفيات الريفية، وعدد حالات الوفاة في تزايد أمام عجز رسمي وعلى مرأى من المنظمات الدولية التي تنشر من حين لآخر إحصاءات تتناقض مع حجم الكارثة. من جهتها أقرت الحكومة تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن المحررة، وتتكون اللجنة من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة. الأمر الذي يثير التساؤل عن مسؤولية الحكومة أيضا عن المناطق الموبوءة التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. حلقتنا ستكون عن مخاطر انتشار الوباء وطبيعة التحديات وما الذي تم لمواجهة الجائحة المتوسعة، لكن نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. وكأن الكوارث اتفقت على الشعب اليمني، حرب وفقر وأمراض وانتشار غير مسبوق للأوبئة، وضع مؤسف تعجز الصور عن الإلمام بتفاصيله، ووحدهم الفقراء هم الأكثر عرضة لانتشار الوباء وأكثر الضحايا. مصادر محلية في محافظة الحديدة تتحدث عن أكثر من 12 ألف حالة اشتباه بالإصابة، 2000 منها في مديرية حيس سجلت خلال أكتوبر الماضي، والرقم يتضاعف في مديرية الجراح المجاورة. السلطات المحلية في الجراح وجهت أكثر من نداء وحذرت من خطورة انتشار الأوبئة التي أودت بحياة أكثر من 60 حالة أغلبهم من الأطفال. الوضع المؤسف ينسحب أيضا على معظم مديريات المحافظة التي يسيطر الحوثيون على غالبيتها. تعز هي الأخرى يجتاحها الوباء، ما أجبر سلطاتها على إعلان حالة الطوارئ بعد إصابة أكثر من 5000 حالة وخمس وفيات نتيجة الإصابة بحمى الضنك منذ مطلع نوفمبر الجاري. الوضع كارثي بكل المقاييس ويدعو للأسف نظرا للكلفة الإنسانية المتزايدة. من جانبها أقرت الحكومة تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن المحررة، وتتكون اللجنة من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة. هذا التحرك الرسمي والمقتصر على المناطق المحررة يثير التساؤل عن مسؤولية الحكومة الشرعية عن كل الضحايا، خصوصا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وما الذي يجب أن تقوم به من خلال المنظمات الدولية للوصول إلى الضحايا في مختلف المحافظات استنادا إلى مسؤولياتها الأخلاقية عن عموم الشعب في جميع المناطق. لنقاش أوسع ينضم معنا نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمحافظة تعز تيسير السامعي. مرحبا بك معنا سيد تيسير. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. بداية، ما طبيعة الحال في المحافظة والوضع الصحي في ظل انتشار الوباء؟ طبعا الوضع الصحي في تعز، طبعا هو انتشار الوباء، طبعا كما نعرف انه وباء حمى الضنك في مدينة تعز، بالذات في مديرية مدينة تعز القاهرة والمظفر وصالة، هو مرض مستوطن منذ أكثر من 20 سنة. يعني الموضوع ليس جديد وليس يعني موضوع آني، هذه مشكلة مستفحلة وهي يعني تتجدد كل عام. هذا العام كان هناك جهود كبيرة بذلت منذ بداية العام، بدلها مكتب الصحة والسكان لمكافحة الوباء، بدأت بحملات مكافحة هذا الوباء وشملت ثلاث جولات. الجولة الأولى نفذت في شهر مايو، والجولة الثانية نفذت في شهر يوليو، والجولة الثالث كانت في بداية شهر سبتمبر. هذه الجولات شملت ثلاث مراحل، هي مراحل الرش الضبابي والتثقيف وإزالة البوار وكذلك التقصي الحشري. أدت هذه الحملة إلى انخفاض مستوى إصابة بالمرض إلى أكثر من 80%، وكانت عدد الحالات المسجلة قليلة جدا. لكن في هذا الشهر، شهر نوفمبر، للأسف
حدثت انتكاسة وعاد المرض مجددا وارتفعت الحالة بشكل كبير جدا، لدرجة انه اكثر من 2000 حالة سجلت في هذا الشهر فقط. هذا نتيجة انه كان هناك توقف للحملات، إضافة إلى أنه الأمطار سقوط الأمطار وأدى إلى عادة البؤر من جديد، وهذا أدى إلى حدوث الكارثة من جديد. طبعا هناك الآن بعد أن يعني ارتفعت الإحصائيات وارتفعت نسبة الإصابة بالمرض، تم تشكيل عملية غرفة عمليات طوارئ هنا في مدينة تعز، وأيضا هذه غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بشكل دوري، وقامت بعدة إجراءات، منها أول عملية الرش الضبابي الذي الآن تقوم الذي الآن تتم إجراءها في مدينة تعز في جميع أحياء مدينة تعز، وفعلا قد نحن اليوم في اليوم الخامس لعملية الرش، إضافة إلى أيضا فرق التثقيف وإزالة البؤر التي الآن أيضا نزلت إلى كل أحياء مدينة تعز، وتقوم أيضا بتثقيف المواطنين بكيفية الوقاية من وضعهم الضنا، كذلك إزالة البؤر التي يتكاثر فيها الباعوض. إضافة إلى أن هناك أيضا فرق، هي فرق التقصي الحشري التي تقوم بمعرفة أماكن تواجد الباعوض وأماكن الأماكن التي يتم يعني الأكثر إصابة والأكثر انتشارا لهذا المرض، حتى نكثر من عملية الرش وعملية التوعية. نعم. طبعا هناك جهود كبيرة جدا تبذل، لكن هذه الجهود لا ترقى إلى مستوى الكارثة، الكارثة كبيرة جدا وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا. أول هذه الإمكانيات أو هذه الحلول حل مش نعم، سنعود لهذه النقطة ولاحتياجاتكم داخل المحافظة، وسنتحدث أيضا عن مستوى دعم السلطة أو الحكومة لكم والسلطة المحلية أيضا. تفضل بالبقاء معي سيد تيسير. أرحب بضيفي الدكتور نبيل قحطان، مدير الترصد الوبائي بمديرية الجراحي بالحديدة. مرحبا بك معنا سيد نبيل. الله يحييكم. نعم، استمعنا لضيفنا وتحدث عن حجم انتشار الوباء في مدينة تعز، نود الآن سؤالك عن حجم أيضا انتشار الوباء والوضع الصحي في مديرية الجراحي، وبالتالي يعني يمكن الحكم على بقية المناطق بما ستذكره أنت الآن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الوباء بدأ انتشر عندنا في مديرية الجراحي نعم في منتصف شهر أكتوبر 2019، وبدا في بالتدريج، ومن الاسبوع ال 42 الوبائي، ومن بدايه الاسبوع ال 43 بدا الانتشار بشكل مخيف. نعم. والان وصلت عدد الحالات المؤكده والمشتبهه الى 2867 حاله، وظهرت وجود في اربع حالات وفيات، ظهرت الى مسجله الى يومنا امس 53 حالة هذه اللي تم بلغنا بها. نعم. وسبب انتشار الوباء حمى الضنك هو سبب هطول الأمطار الغزيرة في شهر 8 يعني شهر أغسطس وشهر سبتمبر، مما سبب تواجد البؤر وتكون المستنقعات التي هي السبب الرئيسي في تكاثر الباعوض. وتم الآن التواصل مع السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة، وأرسلوا قاموا برد المستنقعات، وبدأوا الآن من يوم أمس بعملية الرش الأثر الباقي، وإن شاء الله سيزول المرض. بالتالي لو تحدثنا أكثر عن الصعوبات التي تواجهكم كمعنيين في التصدي، ذكرت أن هناك سيول وأمطار، وبالتالي هناك حفر تعتبر بؤر لهذا البعوض الناقل للمرض أيضا، هل من معوقات وصعوبات أخرى؟ أولا تكون البؤر كان بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وهي أول مرة تحصل في مديرية الجراحي، وتم التجاوب مع السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الشيخ طه المعيطي، الذي بذل جاهدا في التواصل مع السلطة المحلية في المحافظة ومع مكتب الصحة ومع أهل الخير، وقاموا بأعمال ذاتية نعم،
وبأعمال ذاتية وقام بردم المستنقعات. نعم سيد نبيل، إذا ما تحدثنا عن المنظمات الدولية المعنية ودورها، هل تلقيتم مساعدة حتى الآن؟ نعم وجدنا مساعدات مشكورة من مكتب من الصحة العالمية في الحديدة، فأرسل ب ما حجم هذه المساعدات، وهل يمكن القول أنها ستفي بالغرض وبالتالي الحد من انتشار هذا الوباء؟ لا هي لا تفي بالغرض يعني كاملا، لكن هذا تعتبر أول عمل يعني تواصل مع الصحة العالمية، والآن موعدين من غدا السبت إن شاء الله ستوصل قافلة طبية وأطباء وأدوية وأجهزة إن شاء الله. نعم تفضل بالبقاء معي سيدي. وإن شاء الله هذه ستفي بالغرض نعم. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل. أعود إليك سيد تيسير، كنت قد تحدثت عن الدعم المقدم لكم من قبل السلطة المحلية ومن الحكومة، اشرح لنا أكثر، وضعنا في صورة ما يحدث وحجم هذا الدعم المقدم لكم. طبعا بالنسبة لنا هنا السلطة المحلية تبذل جهود طيبة وجهود لا مشكورة، هناك تفاعل. الاخ المحافظ يتابع الموضوع اول باول، وهو يعني على اطلاع كامل بكل ما يقوم به مكتب الصحه والسكان، وكان هناك وعود باعتماد اكثر من تقريبا 50 مليون لمكافحه هذا الوباء، ونحن قد قمنا بمكتب الصحه والسكان بتجهيز اكثر من 12 مركز صحي لاستقبال الحالات المصابه. هذه المراكز طبعا تقوم على مدار، تعمل بعضها يعمل على مدار الساعه ويقوم باستقبال المرضى، والاخذ واعتماد الفحوصات مجانيه، وايضا بعض العلاجات ايضا تقدم للمرضى يعني بصوره مجانيه من اجل يعني التخفيف من حده الوباء. طبعا جهود كبيره يعني لا باس، والسلطه المحليه ايضا هناك اهتمام من قبل وكلاء السلطه المحليه ومتابعون ما يقوم به مكتب الصحه والسكان، وان شاء الله تعالى يعني الامور طيبه ان شاء الله. نحن باذن الله سنستطيع اننا يعني نقضي على الوباء او نحد من حده الوباء ونحد من انتشاره. والمؤشرات الاوليه تدل انه ان شاء الله بدات هناك تراجع في 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 نسبه انتشار الوباء بعد ان الجهود التي اذا ما تحدثنا سيد تيسير عن المنظمات الدوليه المعنيه، هل وصلكم اي دعم او مسانده من قبل هذه المنظمات؟ والله بالنسبه للمنظمات الدوليه هي من السابق كان هناك منظمه تقوم بجهود كبيره يعني تقوم بجهود لا باس بها، هناك منظمات يعني تقوم بدعم يعني حملات تثقيف او حملات توعيه موجوده في المدينه، لكن هذا الدعم لا يرتقي الى حجم الكارثه، الى حجم المسؤوليه، يعني يظل جهود المنظمات يعني قليل جدا اذا ما قرنا بما تعانيه المدينه، وهذه المنظمات لا يمكن ان تقوم بمخافه الدوله، الدوله يجب ان تعود، يعني انا اقول بانه يجب ان مؤسسات الدوله هي المعنيه بذلك، حتى المنظمات اذا جاءت هي تكون رديف لمؤسسات الدوله، لا يمكن ان تحل محلها. نحن اليوم بمكتب الصحة والسكان نعتبر أنفسنا نحن المسؤولون عن كل ما يحدث عن الوضع الصحي في مدينة تعز وبمحافظة تعز بشكل عام، يعني نحن نعتبر أنفسنا نحن المعنيين، إذا كان هناك جهود لأي منظمات فهي تكون جهود مساعدة. نعم. لكن كما قلت لك إنه حتى الآن جهود المنظمات أو الدعم الذي يقدم المنظمات هو يعتبر يعني قليل جدا إذا ما قرنا بحجم الكارثة التي تعاني منها المدينة. نحن اليوم الوضع الصحي في مدينة تعز وبالذات وصل إلى مرحلة من الانهيار التام، وخاصة في عام 2015 و2016 كان وصل الوضع إلى مرحلة أن المؤسسات الصحية انهارت بشكل كامل. نحن بمكتب الصحة والسكان منذ بداية 2017 حتى اليوم عملنا بكل جهد من أجل إعادة المؤسسات الصحية للعمل من جديد. طبعا العمل كان شاق ومتعب، والحمد لله أننا بدأنا من الصفر،
حققنا نجاح لا باس به، استطعنا ان احنا يعني ان نشغل الكثير من المرافق الصحيه. سيد تيسير، هل تعتقد بان الجهود التي بذلتها السلطه المحليه التي ذكرتها كافيه للحد من انتشار هذا الوباء؟ هل سنشهد في الايام القادمه لربما منع لهذا او عدم انتشاره مره اخرى؟ لا لا اختي الكريمه، ما تقوم به السلطه المحليه وما تقوم هو لا يكفي، هو جهود غير كافيه. نحن نقوم بحلول اسعافيه، كل ما نقوم به هو حلول اسعافيه من اجل، لكن لا. مشكله حمى الضنك كما ذكرت سابقا هي مشكله، هو مرض مستوطن يعني بدا في قبل 20 سنه، يعني كل عام. الا تعتقد ان انتشار القمامه في المدينه يساهم في نقل هذا المرض وازدياد عدد الحالات المصابه به؟ عفوا، مشكلة حمى الضنك في تعز مرتبطة بقضية أزمة المياه. نحن في مدينة تعز منذ أكثر من 20 سنة نعاني من أزمة مياه كما تعلمين، وهذا موضوع يعني لا يخفى على أحد. مشكلة المياه تؤدي إلى أن المواطنين يقومون بتخزين المياه بطريقة غير صحيحة، وهذا يكون بؤرة لتكاثر وباعوض حمى الضنك. إذا حلت مشكلة المياه سنستطيع أن نقضي على وباء حمى الضنك، لأنه البؤر تكثر الباعوض الناقل، الباعوض الناقل لحمى الضنك عادة ما يعيش في المياه العذبة النقية، والمواطنون يقومون بتخزين المياه العذبة داخل خزانات، وهذه الخزانات تكون يعني عادة مفتوحة ومكشوفة، وبالتالي يتكاثر حمى الضنك، يتكاثر الباعوض الناقل لحمى الضنك ويؤدي إلى انتشار الوباء والفيروس من جديد. شكرا إذا لك. أننا نقضي أولا لابد علينا أننا نحل مشكلة المياه، لابد أن يكون هناك وضحت يعني فكرتك سيد تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمحافظة تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد نبيل، كنت قد تحدثت عن جهود للسلطة المحلية في محافظة الحديدة لمواجهة هذا الوباء، ماذا عن دورات التثقيف وأيضا دورات التثقيف الصحية التي يعني لابد أن تقوم الحكومة بعملها لتثقيف الناس ولمواجهة هذا الوباء؟ أولا بالنسبة للتوعية والتثقيف الصحي، فنحن من بدايه انتشار ظهور المرض او ظهور هذا الوباء تم تشكيل فرق تطوعيه من عده جهات كانت صحيه او غير صحيه، وذلك للنزول الى المنازل او المناطق الموبوءه او القرى الموبوءه وتوعيتهم وحثهم على تغطيه الاواني والتخلص من الاطارات وتغطيه الدباب والاواني. نعم. وتم برضه تجاوب معنا مكتب الصحه بالمحافظه بالدكتور عبد الرحمن قير الله، وارسل وحضر يعني حضر عده مرات الى مدينه القراحي هو ومحافظ المحافظه الاستاذ محمد عياش قحيم ومدير التثقيف الصحي بالمحافظه. نعم. هي الجنيد. وعملوا عده دورات وتم تدريب أكثر من 450 متطوعة في التوعية والتثقيف الصحي. سيد نبيل، الحكومة أقرت تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن المحررة ولم تهتم للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، لماذا؟ نحن في تحت المجلس السياسي تم الاهتمام والتوجيه من الاستاذ مهدي المشاط، توجيه وزير الصحه ومحافظ المحافظه بالاشراف المباشر على العمل داخل مدينه القراحي، وحضر الى شخصيا الى القراحي ووجه السلطه المحليه بالتعاون مع كل الادارات، كانت التربية والصحة والأوقاف بالتعاون. نعم. جميعا للقضاء على هذا الوباء. سيد نبيل، ما هي المناطق الأخرى الأكثر تضررا في المدينة؟ أكثر المناطق اللي تضررت هي مركز المديرية وبعض القرى المجاورة. نعم.
والان تم اذا ما تحدثنا عن عدد الوفيات، هل لديك احصائيه عن عدد الوفيات داخل المدينه؟ الوفيات موجود احصائيات عندنا وهي بلغت الى الان 53 حاله تم تبلغنا بها، لكن معظمها كانت تتوفي في اب او خارج المديريه او في المنازل. هذه ال 53 حاله هل تم اسعافها وامدادها بالعلاج ام كيف، يعني ما هي ظروف وفاه هؤلاء الناس؟ ظروف الحاله معظمها انهم كانوا تحت الفقر، لكن تم اسعافهم الى محافظه مجاوره مثلا محافظه الاب وتم اسعافهم، لكن امر الله كان اسرع. نعم، اهمال السلطات المتواجده ادى الى وفاه هذا العدد الكبير. شكرا لك نبيل قحطان، الدكتور نبيل قحطان مدير الترصد الوبائي، كنت معي من الحديدة. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. تحياتي وتحية معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.